اي دور كان صعب. هو مؤخرا دور كلير يلي بالزياره يلي هو كان بالنسبه لي يعني مش قصه صعب اكثر ما هو في مخاوف من انه اوقع بالمستهلك. يعني انا بالنسبه لي مثلا ان كان عليا ان كان ليلى ظاهر فهن هودي شخصيات هن كمان مركبه يعني هن شخصيات بعيد كثير عن طبعي وعن انا وعن انفعالاتي وعن طريقة تصرفي ومشيتي وحركتي والبادي لانجوج تبعي. ولكن كلير كانت صعبة بالنسبة لي بزيارة لأنه الريفرنس المرجع يعني منه موجود. هو شوي بيشبه يعني الخيال أو الشيء الخرافي أو الشيء اللي ممكن ما يتصدق. يعني مين منا بيعرف أنه حوالينا في مرة مسكون بنعرفها يعني دائما لانه الممثل هو بيستوحي او هو بيروح بيراقب او هو بيروح بيعمل يعني نوع من كوميونيكاسيون او من تواصل مع هول الاشخاص كرمال اكثر واكثر يعرف يتقمص الشخصية. من هون كان هو تحدي لإلي انه لوين بدي اروح. يعني خفتي؟ ايه خفت. صار معك شيء انت عم تحاولي تفهمي كيف بيصير التواصل؟ انه هيدا العالم شوي الماورائيات وهالقصص شوي بخوف بعض الناس. ايه طبعا والكل يعني بمطرح معين ببيئته اشخاص حواليه حكوا عن هيدا او جربوا انه يروحوا لعند شيخ او يروحوا لعند حدا صحيح بيتعاطى بهدي الامور. وكنا نحن انا بتذكر كان عندي هالحشريه روح اتفرج واعرف شو عم بيصير. ايه انا بخوفني لانه انا بالنسبه لي هو مكان كثير ليفوت الشرير يعني وليقلب حياه نسات معينه. وانا بمكان معين انه عن جد يعني شفت الشر شفت تقلى الشريره. أوف. يعني ايه يعني لمست شوي اذا انا بكون شريره كيف بعمل كيف بتعملي؟ لانه ما عندي لانه انا امام الكاميرا ما في حدا يقول لي عيب. يعني أنا أمام الكاميرا عندي مطلق الحرية أعمل لأنه هذا الدور. ففي أشياء انشالت يعني في أشياء أنا عملتها قالوا لي أوف إنه كثير جريئة لا 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 يقبلها المشاهد. إيه لأنه إيه للمنصة لما بدها تفوت على كل بيت يعني خاصة لما كنت عم بتوقحن جنسيا على جوزي لما أنا عم بقول له إنه روح نام مع هاي صاحبتك لأنه هي بتكون كشفت انه هو كان عم بيخونها وهي جربت يعني 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 كسرتي حاجز او تابوه مثل ما بيقولوا. ايه نتفاجئوا لما خلصت المشهد قالوا وقفنا نشتغل بقى مع تقلا خلص هي اخر مره.